بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مؤلف رحمه الله: باب الوضوء، وهو شرع استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. وهذا التوّيب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى مكون من كلمتين، فأما الكلمة الأولى فهو قوله باب، فإنه مما يعرف من نافلة العلم التي تكرر عند مناسبتها أن هذه الكلمة في نطقها ثلاثة أوجه، فيصح رفعها ويصح نصبها، وفي لغة ضعيفة يمكن خفضها. فالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب، ويصح أن تكون مبتدأ لخبر محذوف. وأما نصبها فعلى تقدير اقرأ باب الوضوء، وأما خفضها لأن تقول باب الوضوء فهي لغة ضعيفة. قالوا لأن حذف الخافض في غير أن وأن ضعيف، غير وارد عند العرب في لغتهم المشهورة. وقوله الوضوء، كما تعلمون جميعا أن هناك فرقا بين فتح الواو فيه وضمها، والمشهور أن ضم الواو هو الفعل، وأما فتح الواو الوضوء فهو الاسم. والمراد بهذا الباب إنما هو الفعل، لأن ما يتوضأ به أي الاسم تقدم الحديث عنه عند الحديث عن المياه وأنواعها. وقول المصنف وهو شرعا، هذا التعريف للوضوء في الشرع، وذلك أن الألفاظ التي يعرفها الفقهاء، التي يذكرها الفقهاء في كتبهم ويريدون تعريفها، تارة يكون استعمالهم لها من باب اللغة، وتارة يكون استعمالهم لها من باب الشرع، وتارة يكون من باب العرف الخاص. وأعني بالعرف الخاص أي ما تواضع عليه الفقهاء. ولذلك فإن من الأمور التي يحسن التنبيه إليها، ليس كل ما عرف في كتب الفقه فإنه تعريف شرعي، بل إن بعضه شرعي وبعضه ليس شرعيا، وإنما هو اصطلاحي، أي اصطلاحي عند أهل الفن. والضابط في التفريق بين المصطلحين أن ما ورد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا فيهما على هذا المعنى، فإننا إذا أردنا تعريفه فإننا نقول تعريفه شرعا. وأما ما تواضع عليه أهل الفن، أعني علماء الفقه أو الأصول أو مصطلح الحديث وغير ذلك من علوم الشريعة، فإننا نقول تعريفه اصطلاحا، وهذه يحسن التنبيه إليها. وقوله استعمال ماء طهور، خصه بالماء ليخرج ما يتعلق بالتيمم والطهارة الحكمية لمن كان عاجزا إن سمي الطهارة، وسيأتينا في محلها. وقوله ماء طهور، استدرك المؤلف نفسه على غيره، أعني صاحب التنقيح، أن كلمة طهور هذه الأولى حذفها، لأن معرفة الطهور مبنية على معرفة صفة الوضوء، فإن الطهارة مستلزمة معرفة الطهور، وكذلك الوضوء لأنه تطهير، فلا بد أن يعرف ما يكون به. هذا هو ما اعترض به المؤلف في حواشي التنقيح على صاحب التنقيح في تعريفه الطهارة بأنها استعمال الماء الطهور. وقوله في الأعضاء الأربعة، الأعضاء الأربعة التي وردت في كتاب الله ستأتي بعد قليل، على صفة مخصوصة، وهذه الصفة هي التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جانب الغسل أو المسح أو الدلك أو ما يتعلق بالحد. فكما سيأتينا بعد قليل أن إلى قد تكون بمعنى مع، وقد تكون لانتهاء الغاية، والذي جاء في كتاب الله عز وجل لدلالة السنة أن إلى بمعنى مع. نعم. وفروضه ستة. نعم، قوله وفروضه ستة، سأقف مع هذه الكلمة شيئا يسيرا. المصنف رحمه الله تعالى وغيره من فقهائنا رحمهم الله بيّنوا أن الوضوء له فروض ستة، ثم أتبعوا ذلك بأن له واجبا وهو التسمية، ففرقوا بين الفرض وبين الواجب. والغالب في استخدام الفقهاء وما يريده الأصوليون أن الفرض والواجب مترادفان،
فحيث أطلق أحدهما في كتب الفقه فإنه يراد به المعنى الآخر إلا في مواضع معدودة، ومن هذه المواضع ما يتعلق بباب الوضوء، فإنهم فرقوا بين الفرض وبين الواجب. ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى التفريق بين الفرض والواجب، نص نبه على ذلك أبو الوفا بن عقيل، ومر معنا ذلك في شرح مختصر بن اللحام الأصولي. ولهم طريقتان عند من يقول بالتفريق بين الفرض والواجب، فبعضهم يقول إن الفرض هو ما ورد في الكتاب، والواجب هو ما ورد في السنة. وقال بعضهم إن الفرض الذي لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان، وأما الواجب فهو الذي يسقط بذلك. وهذا معنى قول أحمد إن الفرض آكد، أي من الواجب، فهو آكد باعتبار هذين المعنيين. وهنا الستة الفروض التي سيردها المصنف واردة في الكتاب، بينما الواجب وهو التسمية وارد في السنة. وهذه الفروض الستة لا تسقط بنسيان ولا بجهل، وأما التسمية فإنها تسقط بالسهو والجهل على أحد الوجهين كما سيأتي بعد قليل. وبناء على ذلك فإن قوله فرض هنا هي بمعنى ركن، وبمعنى أنها واردة في القرآن. غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. نعم، هذه الفروض الستة واردة في كتاب الله عز وجل، كما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الأعضاء الأربعة. ودلت الآية على وجوب الترتيب والموالاة، فأما الترتيب بين هذه الأعضاء فلأن الله عز وجل قد ذكر ممسوحا بين مغسولات، والفصيح من كلام العرب أن تذكر المتشابهات المتناظرات ثم تعقب بالمغاير لها، وقد أورد هنا مغاير بين متشابهات، فلم نجد لذلك معنى في لسان العرب إلا وجوب الترتيب، هو الذي دلت عليه أحاديث في السنة ما دل على هذا المعنى. وأما وجوب الموالاة بينها فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذه الفاء تفيد التعقيب، والمعطوف على ما أفاد التعقيب أفاد معنى الجملة الأولى، فدل على أن كل عضو من الأعضاء يلزم أن يكون عقيب العضو الذي قبله، وهذا يدلنا على الترتيب. إذن هذه الفروض الستة في كتاب الله عز وجل الدلالة عليها. بقي عندي هنا أمر، المصنف عبر قال: واليدين إلى المرفقين، مع أن الفقهاء ينصون على أن الواجب هو مسح اليدين مع المرفقين، وإلى غالب الاستخدام أنها تستخدم لانتهاء الغاية، وما بعد الحد لا يدخل في المحدود في قول أكثرهم، لأن بعضهم يقول إنه يدخل، وبعضهم يقول فيما يكون من جنس واحد يدخل كاليد وإلا فلا. ولكن نقول هنا إلى بمعنى مع، وإنما جاء المصنف بلفظ إلى مع هذا الاحتمال موافقة لما في كتاب الله عز وجل. أيضا وقوله مسح الرأس، كما تعلمون وسيأتينا إن شاء الله أن مسح الرأس فرض، والأذنان من الرأس لحديث أنس الذي سيأتي الإشارة إليه في محله. وسبب وجوبه الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة. نعم، هاتان مسألتان احتاج إلى تفصيل. المسألة الأولى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسبب وجوبه، أي سبب وجوب الوضوء الحدث، أو سبب وجوبه أو سبب وجوب الغسل الحدث. هذه الجملة عبر بها المصنف بسبب الوجوب، بينما صاحب المنتهى عبر بأنه يجب بالحدث. انظر، المؤلف عبر بأنه سبب الوجوب، بينما ابن النجار عبر بأنه يجب بالحدث، فأي العبارتين أدق؟ قبل أن نحاكم بين العبارتين يجب أن نفرق بين العبارتين، فإن هناك فرقا بين سبب الوجوب وبين الوجوب، ويظهر الفرق من جهتين، وخاصة الفرق الثاني هو الذي يظهر فيه الثمرة الكبرى. الفرق الأول بين سبب الوجوب وبين الوجوب أن سبب الوجوب إذا انعقد فليس في استطاعة المكلف إسقاطه، والفرق الثاني أن سبب الوجوب لا يجوز تقدم الواجب عليه، أي فعل الواجب عليه. انتبه للثاني، هذه المهمة: سبب الوجوب لا يجوز تقدم فعل الواجب عليه، فإذا تقدم عليه فإنه
لا يجزئ، بينما الوجوب يجوز تقدم الفعل عليه. وبناء على ذلك فنقول إن سبب وجوب الوضوء هو الحدث، ووجوبه بالعبادة التي يشترط لها الصلاة، التي يشترط لها الطهارة، فإذا جاءت العبادة فقد وجب، وأما سببه فقد تقدم عند الحدث. فلا يجوز تقدم الوضوء على الحدث، ولكن يجوز تقدمه على العبادة. مثله في الزكاة، نقول إن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، ووجوبها يكون عند حولان الحول، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، ويجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول، لحديث العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها. ومثله أيضا نقول في الصلاة، فإن سبب الوجوب هو دخول الوقت، والوجوب يكون إذا تضايق الوقت فلم يكن كافيا إلا لها. إذن إذا عرفت الفرق بين سبب الوجوب والوجوب تبين لك أن عبارة المصنف الشيخ موسى أدق وأجود من عبارة صاحب المنتهى لما قال ويجب بالحدث، فعبارة المصنف أدق وأجود. والذي ذكر القاعدة في الفرق بين الوجوب وسببه هو العلامة أبو الفرج بن رجب في قواعده، وهي قاعدة نفيسة فيما يجوز تقدمه على أحد أسبابه، إذ سبب الوجوب لا يجوز التقدم عليه، وأما الشرط والواجب أي وقت الوجوب فإنه يجوز التقدم عليه. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله ويحل جميع البدن كالجنابة. معنى هذه الجملة أن من أصيب جاءه حدث أصغر أو حدث أكبر، فإن هذا الحدث الأكبر يحل في جميع أعضاء بدنه. ونستفيد من ذلك حكمين. الحكم الأول أن الحدث الأصغر ليس خاصا بالأعضاء الأربعة التي تغسل، بل هو في بجميع البدن. وحيث حرم مس المصحف لمن عليه حدث أصغر فنقول بجميع بدنه وليس بالأعضاء التي تغسل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهي مسألة سأشير لها إشارة وسيأتينا التنبيه عليها في أو تفصيلها في المسح الخفين، وهي مسألة أن الحدث لا يتبعض، الحدث لا يتبعض لا وجودا ولا رفعا، وهذه قاعدة يترتب عليها عدد من الأحكام الدقيقة. معنى قولنا إن الحدث لا يتبعض يعني أن الحدث يحل بجسد الآدمي مرة واحدة، فمن حين ينتقض حدثه ومن حين يشرع في نومه فإنه حينئذ فقد أصبح الحدث حالا بجميع بدنه، فنقول عضو دون عضو، بل في جميع البدن يحل في وقت واحد ويرتفع كذلك في وقت واحد. فلا نقول لمن غسل بعض أعضائه في جنابة أو غسل بعض أعضائه في وضوء إنه قد ارتفع بعض حدث أعضاء بعض الحدث، فارتفع حدث بعض أعضائه دون بعضها، هكذا قالوا. وذكر الشيخ منصور في كتاب المسح أو في باب المسح على الخفين وسيأتينا أن هناك احتمالا آخر، أنه في رفع الأحداث يرتفع الحدث عن كل عضو على سبيل الانفصال، لكن يكون مشروطا بإتمام كمال الوضوء أو كمال الغسل. ومآل هذا القول الذي ذكره الشيخ هو القول الأول، أن الحدث لا يتبعض عند الرفع، لكن لها فائدة سيأتي محلها إن شاء الله في مسح الخفين ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة. وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم. نعم، هذه المسألة وهي قضية أن طهارة الحدث أي من الحدث الأصغر والأكبر بالوضوء أو الغسل فرضت قبل التيمم، فرضت أي شرعها الله عز وجل وفرضها قبل أن يشرع التيمم. سبب إرادة هذه المسألة أن الله عز وجل في سورة المائدة أورد الوضوء والتيمم بعده، فقد يوهم اقتران هذين الحكمين في هذه الآية أن فرضهما كان في وقت واحد، وحينئذ قد يقال إن التيمم فرض في وقت الوضوء فلا يكون بدلا له، وهذا غير صحيح. ولذلك حكى أبو عمر بن عبد البر الاتفاق على أن الوضوء شرع مع مشروعية الصلاة في مكة، والغسل كذلك شرع بمكة، هذا كلام أبي عمر بن عبد البر. وبناء على ذلك فإن آية المائدة التي
قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تكون مؤكدة لا مؤسسة، مؤكدة للحكم السابق لا مؤسسة له وموجبة له. نعم. والنية شرط للطهارة، والنية شرط لطهارة الحدث، ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين، وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي، ولغسل ميت إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا، ولا نية للعذر. طيب، نقف عند هذا القدر. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط الوضوء، وقد أورد المصنف 10 شروط. أول هذه الشروط النية، فقال: والنية شرط. ومعلوم كلام الشيخ تقي الدين وبعده صاحب الإنصاف: هل النية شرط أم أنها ركن؟ والمشهور في كلام الفقهاء أنها شرط، لأنها تكون متقدمة عليه، وبعضهم يقول إنها ركن فيه للزوم مصاحبتها ووجودها بابتداء الحكم إلى منتهى، وهذا فيه تفصيل قد تكون ثمرته في كثير من الأحيان غير واضحة، ولكن إنما هو من باب يعني التأكيد: أهو ركن، هل النية ركن أم شرط؟ والخلاف فيها مشهور والتفصيل مشهور. وقوله: لطهارة الحدث، أي سواء كان الحدث أصغر أو كان الحدث أكبرا أو أكبر، لأن قوله لطهارة الحدث أل تشمل كل حدث، فإن المفرد إذا عرف بأل يفيد العموم أي جميع الأحداث بنوعيه، كما أن قوله الحدث قلنا بنوعيه الأصغر والأكبر، وهو أيضا يشمل الحدث الذي يجب التطهر منه ويشمل كذلك المندوب، فلا بد أن يكون للطهارة المندوبة أيضا نية، وسينص عليها المصنف بعد قليل. قال: ولتيمم، لأن التيمم بدل الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل. قال: وغسل، والغسل يعني من الجنابة. قال: وتجديد وضوء مستحبين. إذن قوله وغسل وتجديد وضوء مستحبين هذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن النية واجبة للغسل وتجديد الوضوء المستحب. قال: وغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي، أي سيأتي حكمه عندما يتكلم عن صفة الوضوء. كما تعلمون أن غسل اليدين من نوم الليل الناقض للوضوء واجب، بحديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث دلنا على 3 قيود لوجوب الغسل: أنه لابد أن يكون بياتا أي من نوم ليل، وأن يكون النوم نوما ناقضا، وأن يكون النوم نوما ناقضا للوضوء. وهذا معنى قوله وغسل يدي قائم من نوم أي ناقض للوضوء ليل، من نوم ليل، أما نوم النهار فإنه لا يجب غسل اليدين فيه، وإنما أوجبنا النية فيه لأنه واجب وهو في معنى الحدث، وإلا فليس حدثا. قال: ولغسل ميت، لابد أن من يغسل الميت ويباشر التغسيل أن ينويه. قال: إلا، هذا استثناء من الطهارة التي لا يجب فيها النية، فقال: إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة. انظر معي، الرجل إذا تزوج امرأة كتابية فإن هذا العقد صحيح، ولكن تلك المرأة إذا أجنبت بحيض أو نفاس أو جنابة فلا يجوز وطؤها في حيض ونفاس، سيأتي الجناب بعد قليل، فلا يجوز وطؤها إلا بعد الاغتسال، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومعلوم أن الكافر كتابيا كان أو غير كتابي نيته غير معتبرة، وجودها كعدمها، فهذه الكتابية إذا اغتسلت لأجل الحيض والنفاس فإن اغتسالها لا يرفع عنها الحدث، فحينئذ نقول يصح لأجل استباحة الوطأ لا لأجل رفع الحدث، مع أنه لا نية لها، لا نية معتبرة هذا الغسل لأنه واجب. أما الجنابة فالعلماء يقولون إن الغسل من الجنابة ليس شرطا لصحة المعاودة للوطء، وإنما هو أدبي، لأن النفس تقذر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال أو الوضوء لمن أراد المعاودة، فهذا ألحق به فحينئذ يكون كذلك حكمه.
وهنا المصنف رحمه الله تعالى قال إلا طهارة ذمية. اعترض بعض المحققين على هذه الجملة وهي قوله إلا ذمية، فقال لو أنه قال إلا كتابية لكان أدق. والفرق بين الكتابية والذمية أن الكتابية أشمل، فكل ذمية كتابية، كل ذمية كتابية أشمل من جهة، والكتابي أضيق من جهة. كيف؟ أول شيء أن من الذين يلحقون بأهل الذمة المجوس، فالمجوس قد يكونون أهل ذمة سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن لا يجوز وطء المرأة والزواج بها إذا كانت مجوسية، فهذا وجه عموم الذمية عن الكتابية. ووجه عموم الكتابية عن الذمية أن الكتابية تشمل الذمية والمعاهدة والحربية، وكل هذه الأمور الثلاث أو النسوة الثلاث يجوز الزواج بهن. ولذلك فإن التعبير بالذمية غير دقيق، والأصوب والأدق أن يقول كتابية ليخرج ما ذكرت ويدخل ما ذكرت لكم قبل قليل. ثم قال ومسلمة ممتنعة، أي ممتنعة من الاغتسال من الحيض ومن النفاس، فتغسل قهرا، أي الممتنعة، فإنها تغسل قهرا لأنه يكون حينئذ من الأحكام الوضعية. قال ولا نية للعذر، ولا نية أي ولا نية لها للعذر، هذا من باب التعليل، فاللام هنا لام التعليل، فأراد المصنف أن يقول إن هؤلاء المستثنيات في اغتسالهن إنما أسقطنا وجوب النية عليهن لأجل العذر، إما لعدم إمكان النية كالذمية أو الكتابية بمعنى الأدق، أو لأجل الامتناع ومضرة الزوج، فحينئذ تسقط النية. ولا تصلي به، ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو كتابية. قوله ولا تصلي به، الضمير المضمر لهذه الجملة إنما هو عائد لآخر مذكور فحسب، وهي الممتنعة، فكأنه قال ولا تصلي الممتنعة عن الغسل به، أي بهذا الوضوء. والسبب أنه قد اختل فيه شرطه وهو النية فلا يصح، إذ النية يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها. نعم. قال ومجنونة من حيض ونفاس. نعم كمل. ومجنونة من حيض ونفاس. نعم. والمجنونة من حيض ونفاس إذا كانت مزوجة فكذلك لا يشترط لها النية، لأن المجنون لا نية له. مسلمة كانت أو كتابية. نعم. هنا المصنف عدلها فقال أو كتابية، فلو أنه ذكر في الموضعين عبارة الكتابية لسلم من الاعتراض على كلامه. وقد ذكرت لكم في أول درس أن من أغراض التي نريد أن نبينها في هذا الكتاب حل ألفاظه وبيان محترزات الألفاظ والقيود التي فاتت المصنف وبيان تصحيح كلماته، فإن هذا الأمر هو الذي يجعل الشخص يدقق في كلام الفقهاء ويزن كل حرف من كلامهم بميزان دقيق، وهذا يحتاج إلى يعني بعض البطء كما سنمشي عليه إن شاء الله. وينويه عنها. نعم. وينويه عنها أي وينوي من يغسل المرأة، الماضي سبق ذكرها، عنها ذلك. ولا ثواب في غير منوي. قوله ولا ثواب في غير منوي، هذه مشهورة، القاعدة مشهورة جدا، هل النية شرط لفوات الثواب فحسب، أم أنها شرط لفوات الثواب وفوات الصحة؟ ومعلوم خلاف الحنفية حينما يصوغون القاعدة فيقولون لا ثواب إلا بنية، والجمهور يقولون لا عمل إلا بنية، أي لا عمل صحيح إلا بنية. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن المرء لا يثاب على فعل يفعله هو إلا بنية، كما أنه لا إذا كان ذاك الفعل يشترط له الصحة فلا بد، يعني يلزم فيه الصحة فلا بد فيه من نية لاشتراط صحته. وقوله ولا ثواب في غير المنوي ليس على إطلاقه، فإن هناك بعض العادات التي ورد النص بها قد يثاب عليها في غير هذا المحل. نعم. ويشترط لوضوء أيضا. نعم. رجع للشروط بعدما أورد الشرط الأول وهو النية، بدأ بالثاني وهو عقل وتمييز، لأن غير العاقل لا نية له، فمن باب التبع تخلف الشرط الأول، فمن باب إبراز الشرط الثاني، وذلك بعض العلماء يقول إن العقل داخل في النية فلا يحتاج النص عليه، لأن فاقد العقل وكذلك فاقد التمييز لا نية له، ولكن أبرزه العلماء لعلهم باب عطف الخاص على العام. نعم.
وتمييز وتمييز المراد بالتمييز وجهان في المذهب، قيل من بلغ السابعة، وقيل إن التمييز لكل عبادة وعقد يخصه باعتباره، فمن ميز صفة الوضوء عن غيره وصفة الصلاة عن غيرها فإنه يكون مميزا. وعلى العموم فإن الصبي قبل التمييز لا نية له مطلقا، وبعد التمييز له نية ناقصة، فإذا بلغ عاقلا فإن نيته حينئذ تكون كاملة يترتب عليها جميع الأحكام. وإسلام وإسلام، لأن الكافر وإن كان عاقلا بالغا فإن نيته ملغاة ليست له نية، إلا باب الفائدة قالوا إلا عبادة واحدة وهي الإسلام، فإن الإسلام لا بد له من نية. ورد بعض فقهائنا قال إن الإسلام لا تشترط له نية وإنما هو فعل. وعلى العموم هل هو استثناء أم ليس باستثناء بطرد قاعدة أن الكافر لا نية له مسألة لا محصلة لها. نعم. وإزالة ما يمنع وصول الماء. نعم، قال وإزالة ما يمنع وصول الماء، الذي يمنع وصول الماء هو ما يكون على البشرة مما يكون له جرم، وقد نص على اشتراط أن يكون له جرم بعض المتأخرين من المحشين، أنه لا بد أن يكون له جرم، لأن ما لا جرم له مثل الحبر وغيره فإنه لا يمنع وصول الماء، فالقاعدة أن يكون له جرم، إذ الجرم هو الذي يمنع وصول الماء. وهذه أمثلتها كثيرة جدا، مثل الطين والعجين وغيره، ومثلها من الأمور المعاصرة ما يتعلق بالبوية، مثلا البوية التي توضع على اليد الغراء فإن هذا يمنع وصول الماء. وأما الكريمات فإن الغالب على هذه الكريمات أنها لا تمنع وصول الماء لأنها ليست ذات جرم، وإن كان الماء ربما تجمع على هيئة كور على 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 اليد لكنه لا يمنع لأنه ليس ذات جرم، إلا أن يكون كثيفا جدا يظهر لونه وحجمه فيكون ذات جرم فإنه حينئذ يكون مانعا. وانقطاع ناقض، قوله وانقطاع ناقض أي ناقض للوضوء، وسيأتينا إن شاء الله النواقض في الدرس القادم. واستنجاء أو استجمار قبله وتقدم. نعم، قوله واستنجاء أو استجمار أي فعل الاستنجاء أو الاستجمار قبله، أي قبل الوضوء، متى؟ إن خرج من السبيلين ناقض، إن خرج من السبيلين ناقض يشرع له الاستنجاء والاستجمار، لأن بعض النواقض لا يلز التي تخرج من السبيلين لا يلزم لها الاستنجاء والاستجمار، مر معنا في الدرس الماضي ربما القبل الماضي، وهو أن غير الملوث لا يجب له الاستنجاء والاستجمار. إذن فقول المصنف واستنجاء أو استجمار بقيدين، القيد الأول أن يكون قد خرج قبل الوضوء من السبيلين أو أحدهما ما يوجب نقض الوضوء من النجاسات، والأمر الثاني أن يكون ذلك الخارج مما يوجب الاستنجاء والاستجمار كغير يعني من غير الملوث ونحوه. نعم. وطهورية ماء. نعم، هذه واضحة تقدمت بالتفصيل. وإباحته. إباحته بحيث لا يكون محرما إما بسبب الكسب أو بسبب العين، بسبب العين كالخلاف في مسألة آبار قوم صالح. نعم. ودخول الوقت عن غير بئر الناقة. نعم. ودخول الوقت على من حدثه، على من حدثه دائم. نعم، من حدثه دائم سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه، أن من يكون حدثه دائم كمن به استطلاق ريح وسلس بول وجرح في أحد المخرجين أو دم يثعب أو امرأة مستحاضة ونحو ذلك، فإن من حدثه دائم فإنه يجب عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت، أي بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت الذي يستباح له الوضوء فإنه يتوضأ إذا كان لفرض. نعم، لفرضه. ويشترط لغسل نية. نعم، بعدما ذكر المصنف شروط الوضوء شرع بعد ذلك بالحديث عن شروط الغسل وهي ثمانية. نعم، نية وإسلام. نعم، قوله نية تقدمت، وإسلام أيضا تقدم. سوى ما تقدم. نعم، سوى ما تقدم أي كالمرأة الذمية والممتنعة وغيرها. نعم. وعقل أي ويشترط أن يكون عاقلا. هنا يعني ملاحظة على المؤلف، فإنه جعل الاستثناء متعلق بالإسلام فقط، مسألة الكتابية، مع أن الأمثلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيها ما يتعلق بفاقد العقل وهي المجنونة فإنه لا يلزم نيتها. ولذلك يقولون لو أن المصنف أخر قوله سوى ما تقدم فجعلها بعد العقل
لكان ذلك أدق لكي يعود إلى العقل والإسلام والنية، فيعود للشروط الثلاثة وهذا أدق. نعم. وتمييز تقدم. وفراغ موجب غسل، قوله وفراغ موجب غسل، موجبات الغسل خروج الدم الحيض والنفاس ونحوه، فإذا انقطع شيء فلا يجزئ الاغتسال ولا يصح إلا إذا انقطع الموجب. وسيأتي إن شاء الله في باب الحيض كيف نحكم بانقطاع الحيض أو النفاس، وله ثلاث علامات يعرف بها. نعم. وإزالة ما يمنع وصول الماء، نعم هذه تقدمت. وطهورية ماء، نعم هذا السابع وتقدم. وإباحته، وإباحته كذلك تقدم. نعم. ولو سبل ماء للشرب لم يجوز التطهير منه، ويأتي في الوقف. نعم. قوله ولو سبل ماء للشرب، معنى قوله سبل أي أوقف ماء للشرب أي لغرض الشرب، لم يجوز التطهير منه سواء كان التطهير من حدث أو لإزالة نجاسة، وذلك لأن القاعدة عند أهل العلم أن شرط الواقف كنص الشارع، فحيث شرط الواقف أنه يلزم أن يكون ماء الشرب أن هذا الماء الموقوف لأجل الشرب فإنه لا يصح صرفه لغيره، فيكون حينئذ في حكم الماء المغصوب. وقاعدة المذهب أن الماء المغصوب لا يصح الوضوء منه ولا به، وذلك كما مر معنا في باب الآنية، وذلك للقاعدة المشهورة أنه لا يمكن أن يجتمع في الفعل الواحد حرمة وإيجاب، وهذا مشهور المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يصح الوضوء، أو قول كثير من أهل العلم أنه لا يصح الوضوء، وهذا تقدم الحديث عنها. طيب، فقط أريد أن أنبه لمسألة، هناك فرق بين تسبيل الماء وبين تسبيل وسيلة الماء، فمن سبل زيرا أو برادة للشرب فإن الماء الذي فيها ليس مسبلا، لأن الماء يعبيه زيد وعمر من الناس تبرعا ولم يسبلها للشرب، أو تكون تأتي من ما يسمى بالبلدية وهو الماء الذي يعني ليس مسبلا لهذا الغرض، فهنا الذي أوقف الآلة لم يوقف الماء. حديث المصنف إنما هو في من أوقف الماء، اشترى الماء أو حاز الماء، لأن الماء قبل حيازته حينما كان في نقع البئر ليس مملوكا لأحد، فإن الماء في نقع البئر غير مملوك، الناس شركاء في ثلاثة، فالماء في نقع البئر ولو كان البئر في ملكك ليس مملوكا لك، وإنما أنت مختص به، وسيأتينا في كتاب البيع، ولكن إذا حزته بأن استخرجته بآلة أو بدلو فإنك تملكه بالحيازة، فمن ملك الماء بأحد الطرق السابقة الشراء أو نحوه ثم أوقفه هذا الذي نقصده، لا من أوقف الآلة. لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الناس قد يتحرج من الوضوء مثلا من البرادات، وهذه البرادة إنما أوقفت الآلة ولم يوقف الماء، والماء إنما هو مشبوك على الماء الذي يأتي من وزارة الأوقاف أو يأتي من بلدية على حساب الأوقاف فيدفع في المساجد أو وجعت المساجد. نعم. ولا تشترط النية لطهارة الخبث، نعم قوله ولا تشترط النية لطهارة الخبث، المراد بطهارة الخبث هو إزالة النجاسة، سواء كانت النجاسة في مائع أو كانت النجاسة على ثوب أو في بدن أو كانت النجاسة على البقعة التي يلزم تطهيرها في الصلاة، وسيأتي محلها الحديث عنها في الصلاة. والسبب في ذلك قالوا لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك، والقاعدة عندهم أن ما كان من أفعال التروك فلا تشترط له النية لأنها من الأسباب، وكل ما كان سببا فلا تشترط فيه النية، كل الأسباب لا تشترط فيها النية، ولذلك كانت النجاسات تقع في البئر، بئر بضاعة، ومع ذلك لا يحكم بنجاسته لكثرة الماء الذي يرد فيها ويكون في جوفها. والكلاب كانت تغدو وتروح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بنجاسة أرض المسجد لأن أثر الكلاب طهره ما بعده، وهكذا مما يتعلق بعدم اشتراط النية. نعم. ومحلها القلب، نعم قوله ومحلها القلب أي النية، العبرة بما في القلب. نعم. فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده، لو سبق لسانه بخلاف ما يقصد فإنه لا يضر، كما لو كان ينوي الوضوء فتلفظ فقال قصدت الصيام فإنه لا يضره ويصح وضوءه. ولا إبطالها، قوله ولا إبطالها كمل عشان تكمل جملة،
ولا إبطال الطهارة بعد فراغه. نعم، انظر معي، قوله ولا إبطالها تتمة للجملة التي بعدها، فتكون ولا إبطالها ولا إبطال الطهارة بعد فراغها، فقوله بعد فراغها عائد للجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها، فيكون التقدير ولا يضر إبطالها بعد فراغها ولا إبطال الطهارة بعد فراغها. وضحت؟ إذن قول المصنف ولا إبطالها أي ولا يضر إبطال النية، الضمير هنا المظهر المراد به النية، ولا يضر إبطال النية بعد فراغ الطهارة، لابد، إذ لو لم نقل بذلك لكان قول المصنف خاطئا، إذ النية إبطالها في أثناء العمل مبطل، سيأتي بعد قليل في نصه، وإنما مراده ما ذكرت لكم. طيب، إذن صورة إبطالها بعد فراغه من النية، بعد فراغه من 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 من, من الطهارة، هو أن المرء عندما يتوضأ وينتهي من وضوئه يبطل نيته، قال لم أنوي الوضوء أو قطعت نية الوضوء، نقول لا أثر له. ما السبب؟ أن الوضوء رفع حدث، ارتفع حدثك، وإبطالك النية أو إبطالك الطهارة بالنية لا يفسد الحدث، إذ الذي يفسد الحدث إنما أحد موجبات الغسل أو نواقض الوضوء، وليس منها النية. النية لا تنقض الوضوء ولا توجب الغسل، وهذا معنى قولي. نعم، هو اختصار قوله ولا إبطالها ولا إبطال الطهارة بعد فراغه، قوله بعد فراغه أي بعد فراغ المتوضئ من الطهارة أو المتطهر من الطهارة، معنى أشمل لكي تشمل الوضوء والغسل معا. إذن بس أريدك أن تنتبه أن قوله بعد يعود للجملتين، ولذلك الأولى في نسخة معنى أن تحذف الفاصلة لكي ينحل الإشكال. نعم. ولا شكه فيها أو في الطهارة بعدها نصا. نعم، قوله ولا شكه فيها أي ولا شكه في النية أو في الطهارة بعدها. المرء قد يشك هل نوى الطهارة أم لم ينويها، ويشك هل كان متطهرا أم ليس متطهرا، هذا معنى قوله شكه فيها أي في النية، أو شكه في الطهارة هل كان متطهرا أو ليس بمتطهر، بعده أي بعد تطهره، فالضمير هنا يعود للطهارة أي بعد الطهارة، بعده أي بعد الطهارة أو بعد التطهر، المعنى واحد. وهذه مبنية على قاعدة مشهورة جدا 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 كلكم يعرفها، أنه لا عبرة بالشك الطارئ، فكل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، سواء كان الشك في وجود النية أو كان الشك في وجود الفعل أو كان الشك في وجود الفعل لا أثر له أو ترك بعض أجزائه، العبرة بالشك في أثناء العبادة الذي سيتكلم عنه المصنف، أما بعدها فلا عبرة به. وقوله نصا، ظاهر كلام المصنف هنا أن نصا يعود للأخيرة فقط وهي الشك، وقد نص عليه أحمد في مواضع كثيرة، منها ما جاء في مسائل أبي داود أنه قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يشك في وضوئه فقال إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن الحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ. هذا نص أحمد عن المسألة الأخيرة. لكن ذكر صاحب الإنصاف أن النص يعود للجملتين، فيعود لهذه المسألة ويعود إلى أن الإبطال بالنية بعد الفراغ من العبادة ليس مفسدا للعبادة، نص على ذلك أو ذكر ذلك في الإنصاف. وإن شك في النية في أثنائها لازمه استئنافها. نعم، بدأ يتكلم عن الشك بعدما أنهى الحديث عن الشك بعد انتهاء العبادة، بدأ الآن يتكلم عن الشك في أثناء العبادة، وهنا يمثل بالطهارة، ومثلها الصلاة سيأتينا إن شاء الله في باب السهو. قال وإن شك في النية هل كان ناويا الطهارة أم لا في أثنائها أي في أثناء الطهارة لزمه استئنافها أي لزمه إعادة الوضوء، الاستئناف بمعنى الإعادة. وبناء على ذلك فإن ما فعله من الوضوء فإن ما فعله من أفعال الوضوء قبل الشك تكون باطلة، لأن الشك في أثناء العبادة مؤثر فيرجع فيه إلى اليقين، وعند بعضهم يرجع إلى غلبة الظن، سيأتينا إن شاء الله قاعدتها في كتاب سجود السهو. وإذا رجعنا لليقين
فاليقين هو أصل العدم. دائما عندنا قاعدة أن الأصل عدم، فالأصل عدم النية، فلذلك حكمنا ببطلان الوضوء لمن شك. نعم. وكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه في أثنائها. نعم، هذا أيضا مهم مثله، وهو إذا شك في الفعل، الأول شك في النية وهذا الشك في الفعل، في أثناء الوضوء شك هل غسل عضوا من أعضائه أو هل مسح رأسه أم لا، يلزمه أن يرجع لذلك العضو ويأتي به وما بعده، يأتي به وما بعده، إلا أن يكون هناك فصل طويل وسيأتينا ضابط الموالاة فيلزمه الاستئناف، فيلزمه الاستئناف. نعم. إلا أن يكون وهما كوسواس فلا يلتفت إليه. نعم، هذه قاعدة يجب أن ننتبه إليها، حيث نقول دائما إن الأصل اليقين، فإن هذه القاعدة يستثنى منها من كثر شكه، والبعض العلماء يعبر بمن كثر شكه، وبعضهم من يقول يعبر بالوسواس، والتعبير بمن كثر شكه قد يكون أدق، لأن كثيرا من الناس لا يعلم أنه موسوس، أو يخاف أن يصف نفسه بأنه موسوس، يخاف يقول عندي شك، لا ما وصلت الوسواس، أنت موسوس. وذلك عندنا قاعدة أنه دائما نبني على اليقين، سواء أقل الأفعال أو نفي الأفعال أو عدم الوجود للنية، إلا من كثر شكه وهو الموسوس فنقول له اعمل بالعكس، فمن شك في الوجود وعدمه فهو قد فعل الشيء، أي أنه موجد له، سواء كان غسل عضو أو نية أو نحو ذلك. ومن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا نقول أنت موجد لها وقد صليت أربعا. ومثله أيضا يقال في سائر الأحكام أن من شك فلا نقول يبني على اليقين، وإنما يبني بعكس اليقين، هكذا عبر بعض فقهائنا، يبني بعكس اليقين. اليقين، اليقين دائما اليقين معنى المستصحب، ليس اليقين في النفس، عندما نقول الشك واليقين اليقين هو المستصحب، فهنا تبني بناء على عكس اليقين، لأن من كثر وهمه وشكه لا عبرة بشكه، لا عبرة بشكه. فإن أبطل في أثناء طهارته، طبعا هذه القاعدة مهمة جدا هذه، لأن سبب كثرة الوسواس أو زيادة الوسواس عند من يقع في الوسواس قراءته أول كلام الفقهاء وعدم انتباهه لآخره، وذلك أهلك الناس ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه، وأظن أنه إن وجد نصف فقيه قد ينفع، فإنه قد يهلكهم من هو ربع فقيه أو خمس فقيه. نعم. فإن أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى منها. نعم، قوله فإن أبطلها أي أبطل النية في أثناء طهارته، يشمل الوضوء والغسل والتيمم، بطل ما مضى منها أي بطل ما فعل من أفعال، لأنه قال أولا استأنف، وهنا فصل كلمة استأنف. ولو فرقها على أعضاء الوضوء صح. نعم، قوله ولو فرقها أي فرق النية على أعضاء الوضوء صح. صورة التفريق أن ينوي عند كل عضو، فينوي أولا فيقول أنا أتجوز فأقول يقول، فيقول نويت رفع الحدث عن وجهي، ثم نويت رفع الحدث عن يدي، ثم عن رأسي، فحينئذ يقول يصح. نعم. وإن توضأ وصلى صلاته ثم أحدث، ثم توضأ وصلى أخرى، ثم علم أنه ترك واجبا في أحد الوضوءين، لزمه إعادة الوضوء والصلاتين. نعم، يقول المصنف وإن توضأ وصلى صلاة ثم أحدث بعد تلك الصلاة، ثم توضأ وضوءا آخر وصلى صلاة أخرى، ثم علم أنه ترك واجبا. هنا تعبير المصنف بأنه ترك واجبا فيه نظر حقيقة، لأن الواجب في تعبير المصنف والفقهاء في باب الوضوء هو التسمية فقط، وليس هذا مراده، لأن التسمية تسقط، والأصوب أن يقول ثم علم أنه ترك فرضا أو شرطا، هذا هو التعبير الأدق. قال ثم علم أنه ترك واجبا، فواجب هنا بمعنى الفرض أو الشرط، وإن كان الدلالة العامة تستخدم الواجب بمعنى الفرض، في أحد الوضوءين، أي ولم يعلم أي الوضوءين الذي ترك فيه ذلك الفرض، لزمه إعادة الوضوء والصلاتين. لماذا؟ لأنه لا يدري أي الوضوءين الباطل الذي ترك فيه ركنا من أركانه وفرضا من فرائضه، وحيث وجد ذلك فإننا نحتمله الأول، فحينئذ نقول أبطلنا الوضوءين فبطلت الصلاتين معا. لكن يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه لو لم يحدث بين الوضوءين
لو لم يحدث بين الوضوءين، وإنما جدد الوضوء، أي أنه توضأ ثم صلى ثم جدد الوضوء ثم صلى صلاة ثانية من غير حدث، ثم شك أي الوضوءين الذي ترك فيه الواجب، فإنه لا يعيد الصلاتين معا، لأن إحدى الصلاتين صحيحة قطعا، إحدى الصلاتين صحيحة، أن الصلاة الثانية قطعا صحيحة، فإنما يجب عليه إعادة الأولى فقط، الثانية قطعا صحيحة، لأنه إما الوضوء الأول أو الثاني صحيح، فحينئذ تكون الصلاة الثانية صحيحة. هذه المسائل قد تستغرب منها، لكن صدقني أنها في غاية الأهمية، لأن معرفتك هذه الدقائق وهذه التفريعات التي أوردها الفقهاء وحكوها، ليس من باب أرأيت، هي التي تنشط ذهنك. ولذلك كل الفقهاء مجمعون أو متتابعون، لا أقول مجمعون وإنما متتابعون، على أن من شرط التمكن من الفقه معرفة الفروع الكثيرة. لا تقول هذه المسألة لا أحتاجها أو لم أسأل عنها، بل إن معرفتك لها هي التي تجعلك تنظر لمداركهم وتعرف مسلكهم في الاستدلال والنظر، وتنشط ذهنك في هذه المسائل. وإن جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب فنوى ارتفاع الحدثين ارتفع. نعم، قوله وإن جعل الماء في فيه، يعني في فمه، ينوي ارتفاع الحدث الأصغر. لماذا أورد الفم؟ لأن أول ما يجب من فرائض الوضوء هو غسل الوجه، والسنة أن يبدأ فيه بالمضمضة ثم الاستنشاق، فأول فعل في الواجبات هو الفم. يقول ينوي ارتفاع الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب فنوى ارتفاع الحدثين، أي الأصغر والأكبر معا ارتفعا، لأن الماء ما زال على محل الفرض، وما دام الماء في محل الفرض وهو في الفم فإنه يطهر حتى ينفصل، فإذا انفصل فإنه يكون حينئذ منفصلا ومستعملا. نعم. ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع. نعم، وكذلك لو أنه تغير من ريقه، لأن هذا التغير هو في محل التطهير، ومر معنا في أول باب المياه أن المتغير في محل التطهير يبقى طهورا، وإنما يحكم بسلب الطهورية بأن يكون طاهرا أو نجسا إذا انفصل عن محل التطهير، وهنا ما دام في الفم لم ينفصل فهو طهور وإن كان متغيرا بريق. وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد، ثم أعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ. نعم، هذه مسألة واضحة، أنه يقول لو غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها ليس بنية الوضوء وإنما بقصد التبرد كرأسه مثلا، ثم أعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء، أعاده بنية الوضوء، قال قبل طول فصل، هذا الشرط الذي أورده المصنف أنه لابد أن لا يكون هناك فصل طويل لكي لا تفقد الموالاة، قال أجزأ أي صح. هناك شرط آخر أيضا لابد من الإتيان به إذا تحققت الموالاة، وكيف تتحقق الموالاة؟ بأن يكون الأعضاء التي نوى فيها التبرد هي آخر أعضاء الوضوء وليست أوله ولا في وسطه، وبناء على ذلك فلو أنه نوى التبرد ثم نوى الوضوء ثم رجع لأعضاء الوضوء التي نوى بها التبرد فغسلها بنية الوضوء لم يجزئه لفقد الترتيب، وهذا القيد لم يرده المصنف، ولكن لا بد من إراده يعني ملزم احتراز كما احترزه هو من طول الفصل. نعم. والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة. أحسنت. يقول الشيخ والتلفظ بها أي بالنية وبما نواه هنا، يعني في الطهارة وفي سائر العبادات بدعة. هذا من الشيخ رحمه الله تعالى يدلنا على أن التلفظ بالنية بدعة، وعندنا النية لها درجات، أول درجاتها هو القلب، إذ محلها القلب. الأمر الثاني التلفظ بها سرا، والأمر الثالث التلفظ بها جهرا. والتلفظ الجهري له درجتان، إما أن يسمع نفسه فقط، وإما أن يتعدى فيسمع من بجانبه.
إذن هذه ثلاث درجات: نية القلب هذه باتفاق، وأن يسمع نفسه ثانية، والثالث الجهر بها بحيث يرتفع صوته فيسمعه من بجانبه. حكي الاتفاق كما سيأتي أن الجهر بها بحيث يسمع من بجانبه بدعة. الخلاف إنما هو في مسألة واحدة، وهو أن يسمع نفسه فقط من غير جهر، أن يتلفظ بها من غير جهر فيسمع نفسه. وأقل الكلام قيل هو أن يحرك لسانه وشفتيه، وقيل هو أن يحرك لسانه وشفتيه مع إسماعه نفسه فقط. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في قراءة الفاتحة. الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى اختار ما عليه متقدم أصحاب أحمد، ورجحه المحققون كالشيخ تقي الدين وتلاميذه، أن التلفظ بها ولو إسرارا بدعة، إذ لم يرد عن أحمد ولا عن أحد من كبار أصحابه أنه تلفظ أو نص على استحباب التلفظ بها مطلقا، وإنما وردت عن بعض المتأخرين. وهذا يدلنا على مسألة قبل أن ننتقل، مسألة تتعلق بمعرفة الكتب، أنه عندما يأتي شخص ويقول إن المذهب كذا، فإن الموجود في كثير من كتب المتأخرين أن التلفظ بالنية مستحب، سيأتي كلام المصنف فيه. ثم جاء المصنف وهو الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع وقال إن التلفظ بها بدعة، هل نقول إن الرجل خالف المذهب وإن الرجل فعل ونرفع عليه من الكلام وننزل من قدره؟ نقول ليس كذلك، بل إن المذهب اختزاله في قول واحد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، هذا من الإسفاف ومن تحقير علماء كثر تتابعوا على مذهب بالتفريع عليه والتدوين والتصحيح والتضعيف، وجعل المذهب قول زيد أو قول عمرو. ولذلك المذهب أوسع من أن يكون قولا واحدا. نعم، قد يقال المذهب باعتبار العهدية، أي المذهب عند المتأخرين، إذا أطلق المذهب كذا ونسبناه لقول، أي عند المتأخرين، وإلا فكلمة المذهب الأصل أنها أشمل. ولذلك دائما العمل بقواعد المذهب أقوى من العمل بنصوص بعض أصحابه. وأكرر كلمة أكررها بن حمدان، أنه يعرف الصحيح من الأقوال في المذهب بثلاثة أشياء: نص أحمد وقواعده أو قواعد مذهبه، والأمر الثالث قول الأكثر من أصحابه إذا قالوا شيئا. هذه القواعد الثلاث. لما ضعف العلم أصبح الناس يعرفون المذهب بكتب وقول الأفراد، نبه لذلك صاحب الإنصاف، قال إن لم أستطع أن أعرف الأمور الثلاثة فإني أرجع للأفراد. إذن يجب أن ننتبه لهذه المسألة، أكررها تكريرا بينا، لأني أجد من بعض الإخوان ربما عدم دقة فيها. يقول: واستحبه سرا مع القلب، إذا القلب واجب، كثير من المتأخرين، نص على أنه قول المتأخرين الشيخ شمس الدين الزركشي، قال: ومنصوص أحمد، أن أحمد منصوص أحمد، وجمع المحققين خلافه، بل كل متقدم أصحاب أحمد على خلافه. وأول من جاء عنه أنه يجهر بالنية هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نقل في رواية الربيع ابن سليمان، نقلها المقري في معجمه المطبوع هنا في رياض المعجم. نعم. قال: إلا في الإحرام، عليه إلا في الإحرام، وقصده إلا في الإحرام بالتلبية، فعندما يلبي الشخص بالإحرام فيقول: لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة أو حجا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. فبعض الناس يجعل نوع النسك الذي يذكر في التلبية جهرا بالنية، وقال بعض المحققين من الشافعية أن هذا في الحقيقة ليس جهرا بالنية، بل هو عبادة مستقلة عن النية، وهذا هو الصواب. فالاستثناء هنا ليس استثناء متصلا، ليس استثناء متصلا، بل كل العبادات لا يستحب الجهر بها، وما يجهر في الإحرام فليس من باب النية. ومثله يقال أيضا، ومثله يقال أيضا في الذبح الأضحية: اللهم عن فلان وأهل بيته، هذا ليس من باب الجهر بالنية، وإن كان أيضا استثناء صورة ثانية بعض الشافعية، وإنما هو عبادة مستقلة. فقط أريد أن نشير هذا الأمر، وإن قلنا إنه غير مستحب الجهر بالنية، عفوا التلفظ بها ليس الجهر، التلفظ بها، إلا أننا أحيانا نقول لبعض الأشخاص تلفظ بالنية، وهذا دائما نحتاجه لمن كان عنده وسواس في النية، فقد يفتى نقول له اكتب أو اجهر بالنية لكي ترتاح، فهذا استثناء لكن ليس حكما
عاما للكل. ويمكن على ذلك أن نقول ما ورد عن بعض أهل العلم محمول على هذه الصورة، ممكن، الله أعلم. ثم قال الشيخ: وفي الفروع لمحمد بن مفلح والتنقيح للقاضي علاء الدين مرداوي يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو. هذا الكلام ذكره المصنف هنا وحشاه على التنقيح، نفس العبارة أتى بها هناك. فقط أريد أن أبين هذه المسألة. عندنا مصطلحان كما ذكرت لكم، هناك مصطلحان الوجوب والفرض، هنا مصطلحان وهما السنية والندب. السنية والندب غالب استخدام الفقهاء أنهم يجعلون المسنون مرادفا للمندوب، ولكن المدققين في ألفاظهم يفرقون فيجعلون المسنون هو ما كان دليله نقليا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة، وأما المندوب فإن المندوب هو ما كان مسنونا أو كان دليله معنى من معاني الشريعة كالمصلحة والنظافة وغير ذلك. ولذلك يقول الشيخ، يقول: إن من قال كلام المؤلف، إن من قال إن الجهر إن النطق وليس الجهر أفضل، إن النطق بالنية سنة خطأ لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب رضوان الله عليهم، ولكن الصواب أن يقول مندوب إليه، لأن الدلالة على المندوب الذي دلنا على المندوب هو جانب مصلحي لما يكون من جانب الشك في النية عند بعض الأشخاص وغيرهم. قول المصنف وجيه، استدراكه وجيه عليهما، وإن كان نعتذر لهم بأنهم الفقهاء كثيرا ما يتساهلون فيسمون المفروضة فيسمون المندوبة مسنونة. ويكره الجهر بها وتكرارها وهي قصد، يعني قوله ويكره الجهر بها أي رفع الصوت، سواء يعني وصل إلى ما زاد عن إسماع نفسه أو أسمع الناس، وقد حكي الاتفاق على المنع منها، حكى الاتفاق الشيخ تقي الدين وقال إنه اتفاق أهل العلم ذهب الأربع وغيرهم. قوله وتكراره أي تكرار النية، تكرارها بعض الناس يكرر النية مرتين وثلاثا وهذا غير مشروع. زاد بعض المالكية وهو القاضي عياض قال: ونية النية تكره، نية النية أن المرء يقف ويحدث نفسه أنه سيفعل كذا، أمر النية أسهل من ذلك بكثير، فإن النية إقدامك على العمل هذا هو تحقق النية. نعم. وهي قصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. نعم، بدأ المصنف بيان النية قال: وهي أي النية قصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. ذكر المصنف أن النية للوضوء شيئين، ثم ذكر بعدهما شيئا ثالثا. الأمر الأول قصد رفع الحدث، هذه النية الأولى التي يرتفع بها الحدث. النية الثانية الطهارة لما لا يباح إلا بها، في ثالثة لكن ذكرها بعد أسطر، وهو إذا نوى ما تسن له الطهارة. إذن يكون عندنا النية التي ترفع الحدث ثلاثة أشياء، وجمع هذه المتفرق مهم لأنها ذكر ثنتين وقد يظن أنها ثنتان والحقيقة أن هناك ثالثة، واستأتينا الثالثة بعد قليل. نبدأ بها واحدة واحدة. قوله قصد رفع الحدث، الحدث يطلق على أمرين، إما أن يطلق بالحدث الناقض فيقصد به رفع الناقض، وإما أن يقصد بالحدث الوصف الذي يحل بالآدم إذا جاءه الناقض. فإن أردنا بالحدث هنا الناقض فإن العبارة تحتاج إلى تقدير، فنقول قصد رفع حكم الحدث، لأن الناقض لا يرتفع، إذا نزل ما يرتفع، يبقى الناقض موجودا لكنه صار هو خبر موجود لا يرتفع، ما باق الناقض. وهذا نبه إليه صاحب المبدع، لكن نحملها على أن المراد بالناقض بالحدث هنا هو الناقض. ونقول: وأما إن أريد بالحدث هنا الوصف الذي يكون بالإنسان إذا وجد شيء من النواقض فإن الوصف يرتفع، فحينئذ نقول إن الاستدراك ليس على وجهه مطلقا، وإنما ممكن أن يكون كذا ممكن أن يكون كذا. إذن عرفنا النية الأولى. النية الثانية قال الطهارة لما لا يباح إلا بها، فكل من نوى أن يتطهر ولم ينوي رفع الحدث وإنما روى التطهر لاستباحة عبادة لا تباح إلا
بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف وغيره فإن هذا يرفع حدثه وإن لم يكن مستحضرا نية رفع الحدث، لكنه كان مستحضرا نية التطهر لما لا تباح إلا بها أي بالطهارة. ثم فر بعد ذلك. نعم. حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم. نعم، قوله حتى ولو نوى مع الحدث أي مع نية رفع الحدث، قصده مع الحدث أي مع نية رفع الحدث، النجاسة قصده إزالة النجاسة، وهنا حذف المضاف وبقي المضاف له وهو لغة فصيحة، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. قال أو التبرد أي نوى التبرد مع نية الحدث، أو التنظف أو التعليم يعني يعلم طلابه أو أهل بيته، فإنه يرتفع حدثه إذ لا مزاحمة في المحل، لأن هناك أشياء تقبل المزاحمة وفي أشياء لا تقبل المزاحمة، وهذه يعني لا أثر المزاحمة فيها. لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض. نعم، هنا ذكر المصنف أن هناك شخصا يتوضأ، نحن قلنا مر معنا أن النية إما قصد رفع الحدث أو نية الاستباحة، استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. يقول الشيخ إن من كان حدثه دائما، انظر معي، من كان حدثه دائما كاستطلاق ريح ومستحاضة ونحو ذلك لا ينوي قصد رفع الحدث وإنما ينوي الاستباحة، وإنما ينوي الاستباحة. قال ويرتفع حدثه إذا نوى الاستباحة. طيب، أريد أن ننتبه لمسألة هنا لأنها فيها إشكال في كلام المصنف استشكله كثير من الفقهاء. هنا المصنف يقول لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة، واضح؟ قال ينوي الاستباحة ظاهر كلامه فقط ولا ينوي رفع الحدث، هذا مأخوذ من ظاهر كلامه، وقد جزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية فقال إنه يتعين عليه أن ينوي الاستباحة ولا يجزئه أن ينوي رفع الحدث. إذن الظاهر الموجود هنا جزم به بعض المتأخرين كمرعي وغيره، ومما جزم به أيضا صاحب الكشاف الشيخ منصور أنه لا بد أن ينوي الاستباحة، فإن نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع حدثه. واضح هذه المسألة، أخذناها من المفهوم، والمفهوم هذا من المتأخرين من صرح به كمنصور ومرعي. لكن انظروا الإشكال ما هو، ركزوا معي في وجه الاستشكال. قال ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه، يقول إنه إذا نوى الاستباحة ارتفع حدثه. ما وجه الإشكال؟ يقول أنتم منعتم من نية رفع الحدث لكن قلتم يرتفع حدثه، فالنتيجة هي رفع الحدث، فيكون ذلك يعني نوع تناقض، فالذي يتحقق لا تنويه. ولذلك لو قيل طبعا رفع الحدث كلهم أخذوها من كلمة قالها المرداوي في الإنصاف وهذا هو الصحيح، مع أن في أول كلامه وهم وقال هو سهو من ابن تميم حينما قال إنه يرتفع حدثه. ولذلك الأقرب أننا نقول واحد من ثنتين، إما أن نقول لا يرتفع حدثه كما قال بعض الأصحاب، أو نقول إنه لو نوى رفع الحدث لأجزأه ذلك، وهو الأقرب الثاني، وهذا الذي مشى عليه جماعة كابن حمدان وغيره. ولذلك المذهب في هذه المسألة مضطرب أنا أقول، وكله مأخوذ من كلام القاضي علاء الدين في الإنصاف، والصواب تعديل إحدى الجملتين، والأقرب عندي أن نية رفع الحدث مجزئة لمن نوى لمن كان حدثه دائما، وقد نص عليه بعض الأصحاب، قلت لكم كلام صاحب الإنصاف يرجع إليه. نعم. وقال ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، يعني لا يلزم أنه يعين نية الفرض وإنما يكفي استباحة. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر. نعم، بس هنا بس أنبأ، هذه هي النية الثالثة، انتبهوا هنا، هذه هي النية الثالثة للوضوء أو الطهارة عموما. النية الثالثة هي أن ينوي ما تسن له الطهارة، وحينئذ أحيانا يرتفع حدثه كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك. طيب نقف هنا، هذه صور مما تسن له الطهارة وهي قراءة القرآن، الذكر لله عز وجل،
لأنه داخل في عموم يعني ذكر الله عز وجل، استحب له الوضوء والأذان والنوم قبل أن ينام يتوضأ. قال ورفع شك، المراد بقوله ورفع شك بمعنى أن الشخص يشك هل أحدث أم لم يحدث، فحال شكه توضأ لأجل الشك، ثم بعد انقضاء وضوئه تبين له أنه محدث قطعا، فنقول إن وضوءك هذا رافع للحدث. نعم. وغضب وكلام محرم كغيبة ونحوها. نعم. طبعا هنا أنا نسيت أقول لكم، قلت لكم أن المصنف قبل قليل استنكر على المرداوي أنه سمى المندوب مسنونا، رد عليه بعض المحشين المتأخرين لا أعرف اسمهم، لأن في بعض المخطوطات التي بلا اسم، قال وقد وقع للمؤلف يعني موسى الحجاوي في كتابه الإقناع ما استنكره على غيره، وهذا كثير من هذا الموضع، فإنه قال فإن وما تسن له الطهارة، وبعض المسنونات المذكورة هذه لم يرد فيها نص، وإنما هي اجتهادية، فهي حقيقة مندوبة، فالأولى أن يقول فإن وما يندب له الطهارة على قاعدته هو التي استدركها على القاضي علاء الدين وعلى الشيخ محمد بن مفلح. نعم. وفعل مناسك الحج نصا، قوله فعل مناسك الحج نصا أي أن أحمد نص على الأخيرة فقط، طبعا نص الراجع للأخيرة، فإن في مسائل إسحاق بن منصور كوسج أن أحمد نص على استحباب الغسل عند فعل المناسك، وقد تتبع القاضي أبو يعلى في التعليقة في كثير من المواضع، وعنه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة مسائل أحمد في المواضع التي يستحب فيها الغسل، عند دخول مكة فيستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، وكذلك أيضا في سلمك الله في عند دخول مكة قلنا، وعند الوقوف بعرفة وعند الطواف وهكذا. نعم. غير طواف لأن نية رفع الحدث الطواف واجبة فيجب لها الطهارة، والماضي من أفعال المناسك مسنون له. نعم. وكجلوس بمسجد وأكل. نعم. وكجلوس المسجد هذا يستحب له. وفي النهاية وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي. نعم. هنا بس مسألتان، مسألة الأولى قوله وفي النهاية، قوله وفي النهاية المراد بالنهاية النهاية لأبي المعالي بن المنجى، وهذا الكتاب النهاية أراد أن يجعله كنهاية المطلب لأبي المعالي الجويني، وقد جعله شرحا على الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، ولكن أبا المعالي بن المنجى صاحبنا هذا توسع فأتى بأقوال غريبة في كتاب النهاية لم يسبق إليها، ولذلك القاعدة عندهم أن ما تفرد به صاحب النهاية ليس معتمدا، وقد ذكر بعض المتأخرين وأظن البرهان بن مفلح أن صاحب النهاية يأخذ من كتب المذاهب الأخرى ويضعها في كتابه، لأنه يريد أن يكون كتابه كبيرا وفيه فروع كثيرة، وهذا كتاب عموما غير موجود عندنا لكن نقلات عنه كثيرة. إذا عرفت الكتاب الذي قصده المصنف وصفته، فقبل أن أذكر المسألة أوردها المصنف، قوله وفي النهاية عندنا قاعدة أشرت لها أكثر من مرة، هناك فرق بين قولهم قال وبين قولهم وقال، فإن قولهم قال يدل على أنه زيادة قيد معتمد في المسألة، قال فلان أن هذا القيد معتمد، وأما إذا قالوا واو قبل القول وقال فمعنى ذلك أن المذكور على خلاف المعتمد، فكأن المصنف هنا يقول إن ما ذكره صاحب النهاية ليس هو المعتمد، لأن قال وفي النهاية أي وقال في النهاية، هذه قاعدة مشهورة عندهم في هذه المسألة، فليس هذا هو المعتمد. طيب، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولا شك، وسيأتينا تفصيلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد زيارته أو زيارة قبره عن بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأما غيره من الصحابة فلم ينقل لنا، وربما فعلوا وربما لم يفعلوا، وأما أجرها فإن أجرها هو أجر السلام والصلاة عليه الصلاة والسلام، وفي كل موضع يصلى ويسلم عليه فإن لله ملائكة سيارة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس وسلامهم، وبناء على ذلك فإن هذا الوضوء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد لأجل القبر فيه نظر، إلا أن تقول لكونه سيكون فيه مرورا بالمسجد فإن هذا قد يكون مقبولا. نعم.
ويأتي في الغسل تتمته أو نوى التجديد إن سن ناسيا. يعني قوله أو نوى التجديد هذه صورة من صور ما تسن له الطهارة. ناسيا حدث. طيب قوله إن سن، معنى قوله إن سن يعني أن تجديد الطهارة ليست مسنونة دائما، وإنما في بعض الأحوال ستأتي بعد قليل. قوله ناسيا حدثه، شوف ركز معي شوي، جملة ناسيا حدثه تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون عائدة لآخر جملة فقط وهو قوله أو نوى التجديد، وهذا القول هو الذي قاله صاحب الإنصاف ومنصور الكشاف، فقد مشيا على أن هذا الجملة ناسيا حدثه يعود للأخيرة فقط، وقيل إن ناسيا حدثه تعود للسابقة فتشمل نوى التجديد وتشمل أيضا نوى ما تسن له الطهارة بالصور السابقة كلها، فيكون الجميع كله مجزئا عن الحدث الأكبر بهذا الشرط أن يكون ناسيا حدثه. نعم. أو صلاة بعينها لا يستبيح غيرها أو طيب قال أو صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه في كل الصور السابقة. ولغى تخصيصه، ولغى تخصيصه أي تخصيصه النية لهذه الصلاة بعينها. ويسن التجديد إن صلى بينهما. نعم هذا بدأ يتكلم متى يسن تجديد الوضوء، إذ ليس تكرار الوضوء مسنونا، وإنما يسن في حالتين فقط أو في حالة واحدة، والثاني يجب، يجب إذا وجد ناقض، ويسن في حالة واحدة. قال إن صلى بينهما، تعبير المصنف إن صلى بينهما فيها مسألتان. المسألة الأولى أن كلامه هنا مطلق فيشمل إن صلى فريضة أو صلى نافلة، وهذا هو المعتمد نص عليه منصور وغيره أنه يشمل النافلة والفريضة، فكل من توضأ ثم صلى صلاة فريضة أو نافلة استحب له أن يتوضأ بعد ذلك وأن يجدد الوضوء. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من بعض أصحاب بعض المحققين كالشيخ تقي الدين قال إنما يسن تجديد الوضوء إذا فعل بعده عبادة مشترط لها الوضوء، وهذا أشمل، فيدخل في ذلك ما لو طاف بالبيت أو مس مصحفا أو نحو ذلك مما يشترط له الطهارة، فحينئذ أو مثلا سجد سجود سهو إن قلنا إنه صلاة أو ليس بصلاة على القولين، وهكذا. وهذا القول أشمل، وهو الذي تدل عليه الأدلة عموما ويتدل عليه نصوص أحمد، وعلى ذلك فيكون قول المصنف هنا من باب التمثيل للعبادة لا من باب التحديد لها، وهو محتمل المسألة. قوله وإلا فلا، أي وإلا فلا يسن الوضوء، ولا يعني ولا يسن تكرار الوضوء، ولا يسن تكرار الوضوء، وإلا فيباح. نعم. ويسن لكل صلاة. نعم. قوله ويسن لكل صلاة أي يسن تجديد الوضوء لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل. نعم يقول إن الحكم السابق أنه يسن التجديد لكل صلاة أو إن صلى بينهما خاص بالوضوء وليس مستحبا تجديد التيمم والغسل، لأن التيمم يجب عند دخول كل وقت فهو من باب الاستباحة. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب. نعم قول المصنف وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب، من كان عليه، من كان مغتسلا فإن له أحوالا في النية، فتارة ينوي المسنون فقط ويترك الواجب نسيانا، وأحيانا ينوي المسنون ويترك الواجب عمدا، وأحيانا ينوي الواجب فقط وهذا واضح، وأحيانا ينوي الواجب والمسنون معا. إذن هذه صور أربع أوردها المصنف كلها. قال المصنف وإن نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة مثلا أجزأ عن الغسل الواجب، محل هذه الجملة ركز معي إذا كان قد نسي أن عليه حدثا. من أين أتينا بهذا القيد مع أنه غير مذكور في كلام المصنف؟ قالوا لأنه مقاس على الوضوء، وقد مر معنا قبل قليل في الوضوء أنه قال ناسيا حدثه، ناسيا حدثه، فإنه يرتفع، فما قيس عليه يأخذ حكمه،
وقد نص على ذلك بعض المتأخرين كمنصور، ونص على أن هذا القيد اشتراط نسيان الحدث ذكره صاحب الوجيز، وصاحب الوجيز هو الدجيلي. وميزة الدجيلي في الوجيز، أو من ميزات الدجيلي في الوجيز، أنه معني بذكر القيود، ومن أجود كتب المتأخرين في ضبط القيود حقيقة. وذلك البهوتي ينقل من الوجيز كثيرا في الروض في ذكر قيود المسائل، فيضبط المسألة بقيدها. والقاعدة عندهم، أي عند من يكتب من الفقهاء، أن ترك القيد خطأ، هكذا يقولون، ترك القيد خطأ. طيب، هذه الصورة الأولى. مفهوم هذه الجملة أنه لو تركه عالما بالحدث، يعني متعمدا نية الحدث المسنون، وينوي عدم رفع الحدث الأكبر، فإنه لا يرتفع حدثه الأكبر. وهذا نص عليه صراحة، لأن هذا من باب التلاعب، من باب التلاعب. وهذا نص عليه منصور وغيره من المحققين. بينما مرعي في الغاية لما لم ينتبه لهذا القيد قال إنه يتجه عنده أنه يرتفع، فنظر لظاهر الكلام، فنظر لظاهر الكلام، وكلام منصور أدق وأضبط في هذه المسألة ولا شك. أنتم معي ولا طال الدرس؟ معي، جيد، الحمد لله. إذن من نوى المسنون متى يرتفع حدثه الأكبر إن كان عليه؟ فيه قولان، كلام مصنف مطلق، فيه قولان، منهم من قال إن كلام مصنف يحتاج وتقييده طريقة منصور وغيره، نقل عن صاحب الوجيز، لا بد أن يكون ناسيا حدثه. مفهومه أنه إن كان ذاكرا الحدث الأكبر ولم ينويه عمدا فهو تلاعب، فحينئذ لا يرتفع حدثه الأكبر. وذهب مرعي في اتجاه له أو توجيه له أنه يرتفع كذلك، والأقرب الأول. نعم. وكذا عكسه بأن ينوي الواجب فيرتفع فيجزئه عن المسنون، لا شك، هذا واضح، هذا لا شك فيه. وإن نواهما حصلا. نعم، هذه الحالة الرابعة، وهما إذا نواهما معا، نوى رفع الحدث ونوى المسنون معا، قال حصلا. قوله حصلا ما معناها؟ هو يقول لو نوى الواجب أجزأ، لكن هنا عبر بحصلا. قالوا المراد بقوله حصلا أي حصل الثوابان، وأما الإجزاء فهو مسلم عند طالب العلم. إذن فقوله حصل أي حصل له ثواب العملين. فنفهم من ذلك أن من اغتسل وقد نوى الحدث الأكبر دون الأصغر فقط، عفوا، من نوى الحدث الأكبر دون المسنون، فإنه يجر على رفع الحدث ولا يجر على المسنون لأنه لم ينوه. وهذا مفهوم كلام المصنف هنا. والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر. نعم، يرى المصنف أن هذه يعني كلها غسلان، لأنه كمال تنظف، والشرع يستحب كثرة الاغتسالات والتنظف والغسلات، وإنما يكره كثرة الماء واغتسالان في وقت واحد حسن. وإن نوى طهارة مطلقة. قوله طهارة مطلقة يعني أنه ينوي التطهر، ولم يكن قصده رفع حدث، ولم يكن قصده استباحة عبادة لا تشرع إلا بالطهارة، ولم يكن قصده سنة يعني أو لعبادة مسنونة كما مر. هذا معنى قوله طهارة، نوى طهارة فقط. نعم. أو وضوءا مطلقا. أي وضوءا مطلقا، نوى الوضوء لا لأجل الصلاة ولا لأجل ما يستباح له. أو الغسل وحده. أو نوى غسلا هكذا وحده. نعم. أو لمروره في المسجد لم يرتفع. نعم، قوله لمروره المسجد سأذكره بعد قليل. قال لم يرتفع أي لم يرتفع حدثه فيما سبق كله، لأنها نيته ليست نية موجودة التي كنا ثلاثة أشياء، نية رفع الحدث أو نية الاستباحة أو نية فعل عبادة مسنونة. طيب، بقي عندنا كلمة أو لمروره في المسجد. صورة هذه المسألة أن من كان يرغب المرور في المسجد وعليه حدث أصغر وأكبر، ثم تطهر لأجل رفع حدثه، عفوا، ثم تطهر لأجل مروره في المسجد، لأجل هذه العبادة لمرور المسجد، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يرتفع حدثه. لماذا؟ قال لأن المرور في المسجد
لا يشترط له الطهارة إلا عابر سبيل، فلا تشترط له الطهارة، فلا يكون هذه النية من نية استباحة عبادة تشترط لها الطهارة. وضحت توجيهه؟ وهذا كلام. وأما ما استدركه بعض المتأخرين منهم منصور فقال لا، إن الظاهر أنه يرتفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، ونقل ذلك عن الشيخ تقي الدين بن قندس، وهذا الذي نقل عن ابن قندس مال له منصور، لكن ابن النجار في المنتهى وشرحه له جزم بأنه لا يرتفع مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنفون. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع هو وسائرها، وإن نوى أحدها ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره. نعم، هذه مسألة فيما يتعلق تداخل الأحداث وليس الطهارات. الطهارات تقدم أنها تتداخل، ولكن يستحب أن يجعل لكل طهارة يعني المسنون غسلا مستقلا. قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة، متفرقة يعني في أوقات مختلفة، توجب وضوءا، أو اجتمعت أحداث متنوعة توجب غسلا، إذن هذا المقصود. قال فنوى بطهارته أحدها، أي أحد تلك الأحداث، هذا تفريع على أن النية الصورة الأولى فيها نية رفع الحدث، فنوى أحد الأحداث ارتفع هو أي ذلك الحدث وسائرها أي جميع الأحداث. الحالة الثانية إن نوى أحدها ونوى ألا يرتفع غيرها، نوى أحدها الأولى وسكت عن الباقية، والمثال الثاني نوى أحدها ونوى ألا يرتفع باقيها باقي تلك الأحداث. قال لم يرتفع غيره، أي لم يرتفع غير الحدث الذي نواه. وهذه مسألة مشكلة، الثانية مشكلة، كيف ذلك؟ انظروا معي. رجل أحدث ببول وأحدث بغائط، جيد، فلما أراد أن يتوضأ نوى أن يرفع الحدث من البول وسكت أو نسي الحدث الآخر، نقول يرتفع الحدث بالكلية، لكن لو نوى أن يرفع الحدث عن البول قال ولا أنوي، شوف كذا، ولا أنوي رفع حدث الغائط أو الريح، ماذا يقول المصنف؟ لم يرتفع غيره، يعني يرتفع الحدث الذي نواه وهو ماذا؟ حدث البول. طيب لو ارتفع حدث البول هل يجوز له أن يصلي؟ لم يرتفع حدثه، فكيف يقول لم يرتفع غيره؟ مفهومه أنه يرتفع حدث البول. تصورت المسألة؟ فكلام المصنف مشكل، فأراد بعضهم أن يبرر كلامه، سأذكر تبرير كلامه ثم سأذكر بعد ذلك توجيها آخر في كلام المصنف. فأراد بعضهم أن يبرر كلام المصنف فقال لا، لها فائدة. ما هي الفائدة؟ قال أن يأتي لوضوء ثاني فيتوضأ مرة أخرى لأجل الحدث الثاني الذي لم ينوه ونفاه، فيقول نويت الحدث، نويت الوضوء عن حدث الريح ولا أنويه عن البول الذي توضأت به أولا، فحينئذ يتلفق الفعلان فيرتفع الحدث الذي له مسببا. هذا كلامه، وهذا الكلام حقيقة غير صحيح، وقواعد المذهب تأبه، والقاعدة عندنا أن الحدث لا يقبل التبعيض كما مر معنا، فحينئذ نقول ما دام كذلك فإنه لا يرتفع بالكلية، ما دام نفى الثاني نقول لا يرتفع بالكلية وانتهينا، وهذا هو الأقرب على القواعد لكي يكون المسألة فائدة. لا يرتفع، لا يرتفع مطلقا، لا حدث هذا الذي نواه عن البول مع نفيه، مع نفيه، مع نفيه رفع الحدث عن الريح، فنقول الريح مثلا. المذهب ظاهر كلام صنف يرتفع عن حدث البول فقط، وقواعد المذهب تأبى ذلك، يرتفعان معا لأنه نفى، نفى. ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه. نعم، يقول ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه، لأن هذا مثل ما سبق يعني باب الغلط أو النسيان أو الاكتفاء بأحدها يجزئه. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجب وهو التسمية. نعم، بدأ يتكلم في قضية متى تكون النية، فقال يجب الإتيان بها عند أول واجب، وأول واجبات الوضوء هو التسمية. وعندي هنا بس موقف يسير جدا، وممكن تأخرنا في درس اليوم معذرة. الفقهاء يقولون إن النية واجبة عند أول العبادة، فيجب وجودها عند الأول ويجوز تقدمها قبلها بيسير، سيأتي التقدم بعد قليل. نازع في صحة ذلك وجودا الشيخ تقي الدين، ليس حكما شرعيا، وإنما نازع في ذلك وجودا الشيخ تقي الدين، يقول لا يمكن أن لا توجد النية إلا عند أول العبادة، لأن أول العبادة يكون المرء مشغولا بشيء آخر كالتسمية في الوضوء أو التكبير في الصلاة، فلا بد أن تكون النية سابقة، لا يمكن أن تكون موجودة. فحينئذ نقول النية لابد أن تكون موجودة قبل. فنازع الشيخ تقي الدين من حيث الوجود الحالي والعقلي بأن تكون النية موجودة ابتداؤها عند أول عبادة، بل لابد أن تكون قبلها، إذ لا يجتمع في ذهن الشخص فعلان في وقت واحد، لا يستطيع الاتيان بهما معا في ابتدائهما. وكلام الشيخ مفيد في شيء واحد، ما يقع من بعض الموسوسين عندما يريد أن تكون النية موافقة لأول العمل، خاصة عند من يقول كبعض الشافعية يجب أن تكون موجودة عند أول العمل ولا يجزئ وجودها قبلها بيسير، فتجد بعض الناس يأتي بالنية مرتين وثلاث وأربع وعشر. وقد نقل عن بعض الموسوسين أنه كان يغسل وجهه، وهو من فقهاء الشافعية الكبار، أنه كان يغسل وجهه عشرات المرات، فمر به بعض العوام فقال إنما يكفيك ثلاث، فقال لو صحت لي واحدة لما زدت عليها. هو يريد أن تكون النية موافقة لأول الواجبات عندهم هو غسل الوجه، فيقول لا تأخرت قليلا، لا نسيت، فأصبح يقع في الحرج، وهو من كبار الشافعية. فالمقصود من هذا ما هو، أن وجودها عندها، التعليق عليها عندها صعب وجوده، بل لا يتحقق كما قال الشيخ تقي الدين، فنكتفي نقول يلزم أن تكون متقدمة ولو بيسير. ويستحب عند أول مسنوناتها، وإن وجد قبل واجب كغسل اليدين لغير قائم من نوم ليل. طيب نقف هنا، يقول ويستحب أي النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الوضوء، إن وجد قبل واجب، يعني إن وجد المسنون قبل الواجب. ومثل المسنون بمثال، قال كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل. فالذي يريد أن يغسل يديه قبل البسملة فإنه في هذه الحالة يستحب له أن ينوي عندها الوضوء، لكن لو أخر غسل اليدين بعد البسملة فإنه في هذه الحال يكون قد أتى بالواجب، وهو الإتيان بالنية عند أول واجبات. إذن قوله إن وجد، أورد بعض المتأخرين في الحواشي، هل نقول إن السواك سنة متقدمة عن الوضوء فيستحب نية الوضوء عند السواك؟ قالوا لا، لسببين: أن السواك ليس خاصا بالوضوء، وثانيا أن السواك المستحب إنما يكون عند المضمضة كما سيأتينا إن شاء الله. وعلى العموم فإن النية إذا تقدمت فإنها جائزة ولا يضر الفصل فيها بيسير. نعم. فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما. نعم، يقول هنا إن من غسل يديه إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فيجب عليه أن يغسلهما بنية رفع الحدث أو ما في معنى الحدث من اليدين، فإن غسلهما بغير نية فوجود ذلك كعدمه، فيجب عليه الإعادة. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطلها. يقول ويجوز تقديمها، أي تقديم النية، بزمن يسير كالصلاة. هنا الكاف هذه ليست للتعليل وإنما للتشبيه، قلت لكم أن الكاف في كتب الفقه تارة تعليل وتارة تشبيه، هنا للتشبيه، فكأنه يقول لك إنه يجوز تقدم النية قبل فعل أول العبادة في الوضوء وكذلك الصلاة. شوف، وكذلك الصلاة، فلا يحتاج أن يعيد لك الحكم في الصلاة، فخذه هنا. نعم. ولا يبطلها عمل يسير، يعني عمل يسير يفصل بين النية وبين أول العبادة المنوية. ويستحب استصحاب ذكرها. نعم، استصحاب نوعان: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر مستحب، فلو غاب عن ذهنه
نية الوضوء في أثناء الوضوء لا يضره، ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها. نعم، بيّن هنا المصنف استصحاب الحكم وهو أن لا ينوي القطع، هذا معنى عدم الاستصحاب، فإن نوى القطع فإنه في هذه الحالة لا يكون مستصحبا للحكم. استصحاب الحكم حكم النية، وأما استصحاب الذكر بأن يكون متذكرا أنه في وضوء، وأما حكمها بأن لا يقطعها. ففقد الحكم كم مضى علينا؟ بدأنا 49، أجل نقف، لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان بودنا نمشي شوي، لكن لعل إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ أختصر في الكلام بعض الشيء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا يقول: هل الإحساس بخروج ناقض يعتبر شكا أو يقينا؟ خروج الناقض إن كنت قد رأيت بعينيك خروجه أو شممته لأحد الحواس، الشم أو المس أو النظر، طبعا الطعم لا يتصور، فإنه حينئذ يكون يقينا. ما عدا ذلك فإنه ليس بيقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا يلتفت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا بد من اليقين في ذلك. وما عدا ذلك فإنه يعتبر شكا، خاصة في استطلاق الريح، فإن تقلصات الأمعاء تقع كثيرا عند الناس فيظن أن تقلص الأمعاء خروج ريح، فإذا طاوع نفسه ربما أدى به إلى الوسواس. ولذلك من البدايات، من أسباب قطع الوسواس، من البداية أول ما يبدأ بك هذا الأمر اقطعه وخالف الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال المصنف: التلفظ بالنية بدعة، ثم قال بعدها: يكره الجهر بها. تعبير المصنف لماذا قال بعده يكره؟ مراعاة لخلاف بعض أهل العلم كالشافعي وبعض المتأخرين، وليست كل بدعة محرمة على إطلاق، وإنما قد يتلبس بها ما يجعلها محرمة ويتلبس بها ما يجعلها مكروهة. ومر معنا أن مع كراهتها إلا أننا ننصح بها من يقع في وسواس ونحوه لكي يرتاح. أعرف شخص لم يرتاح حتى كتب ورقة قبل كل صلاة، أصلي الظهر لازم يكتب ورقة يجعلها أمامه، وإلا يقول: أشك أنا صليت الظهر والعصر. فنسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. نعم، هذا حديث الفأرة تكلمنا عنه في الدرس الماضي واختلاف الروايات فيه. يعني أخونا يقول: ذكرت قبل قليل أنه إن وغسلا مسنونا أجزأ عن واجب، أن البهوتي ذكر هذا القيد في شرح الإقناع ولم يذكره في شرح المنتهى وهو آخر مؤلفاته، هل هذا يعني عدم اعتباره، خاصة وظاهر كلام المنتهى والإقناع وهو قياس الوضوء؟ لا، بالعكس، تصحيحه الصريح مقدم على المعروف، هذه قاعدة، يعني ليس مقدم على المؤخر، المنطوق مقدم على الظاهر، هذه قاعدة في التعامل مع كتب الفقهاء، فما ذكره في الكشاف هو الأقرب كما ذكرت لكم، يعني هو مقدم على كلامه الثاني لأنه منطوق. وهنا قد يكون غفلا، قد يكون نسيا، قد يكون قد أحال على تفصيل هنا وهكذا. يقول: قارورات الموية في المساجد هل تعتبر ماء مسبلا؟ نعم، هي ماء مسبل، لكن هل هي مسبلة للشرب؟ الظاهر أنها مسبلة للشرب، لأن هذه القارورات يكون سعرها أغلى من سعر غيرها من التي تستخدم في غير الشرب. يقول: كيف أجمع بين غسل الجنابة وغسل التنظف؟ أنا أغتسل غسل التنظف ثم أخرج من الحمام وأدخل وأغتسل غسل الجنابة. أوف، لا، ليس هكذا، ليس هكذا. إذا أراد المرء أن يجمع بين غسل المندوب والغسل الواجب، طبعا الأفضل أن يبدأ بالواجب أولا ثم المندوب بعده، فالقاعدة أن الجرية تكفي، فيكون إذا جلس تحت المروش الذي يسمى بالدش، فالجرية الأولى والثانية والثالثة نقول للجنابة، ثم الجرية التي بعدها والتي بعدها تجعله، هي فرق نية فقط انتهت. وخاصة الآن الاغتسال سهل عن طريق هذه المصبات التي تسمى الدش أو تسمى المغسل. نعم، قد يكون مشقة أكثر لو كان الشخص يسكب على نفسه بإناء ونحوه، لكن الآن سهل جدا، والإنسان في مكانه، لا فقط مجرد نية يكون بينهما ثواني. نعم، هذا نفس السؤال السابق. يقول: هل غسل ممتنعة يسلب الماء الطهورية؟ هم يقولون إن الذي يسلب الماء الطهورية برفع حدث كامل، وهنا لم يرفع الحدث، لا أعلم كلامهم، لكن يظهر من تقعيدهم أن غسل الممتنعة لا يسلب الماء الطهورية، ما يحضرني شيء. هذا
هذا أخونا يقول الجنب هل يجوز له الجماع؟ نعم يجوز له الجماع، ولكن يندب له الاغتسال أو الوضوء من باب الندب فقط. والذي ذكره العلماء هناك التعليل مسألة أخرى تتعلق بالنظافة. يقول ماء زمزم الموجود للشرب في الحرمين هل هو مسبل للشرب لأنه محاز غير مملوك؟ هم يقولون إن ماء زمزم لا يملك، هكذا ذكروه. أظن من ذكر هذه المسألة أنا أنسى، أظن الجراعي في تحفة الراكع أو أن الذي ذكرها بدر الدين الزركشي نسيت، فذكر بعضهم أنه لا يملك. فإن قلنا إنه ليس مملوكا لأنها بئر للعموم، إذ البئر موقوفة للجميع، فيجوز حينئذ غسل اليدين منها أو الاغتسال بها لمن أراد الاغتسال بماء زمزم. يقول كأن في بعض أقوال المصنف شيء من التكلف. لا ليس تكلف، وأشرت لهذا الكلام قبل قليل أن التكلف شيء مختلف، ولم يتكلف، هو مسائل وجدت، جمع هذه المسائل ورتبها ونظمها، وقبله يعني وأخذ كلام من قبله، وهذه التفريعات هي التي تنشط الذهن. وإذا كان أحد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول اقرأوا كتاب العتق مع عدم وجوده، العتق فيه من التفريعات أكاد أقول ما لا يوجد في كتاب آخر من كتب الفقه، كتاب العتق والولاء والمكاتبة والتدبير وأم الولد، فيه من التشقيق والتفريع ما يعني يتعبك أشد التعب. ولكن ميزة تلك المسائل مع ندرتها وقلتها بل عدمها في هذا الزمان أنها تكسب الآلة، فهي دربة مثل الرياضيات. الرياضيات قد تعطى في دراستك في المراحل الأولية والجامعية مسائل كثيرة قد لا تحتاجها في حياتك كلها، لكنها تعطيك ملكة العمليات الحسابية واكتساب هذه الأمور. الشعر لما يحفظ المرء الغريب أو العربية يحفظ الغريب ويكثر من الغريب الذي قد لا يستخدم، يكون يعني مستوحشا وقد يكون مهجورا، لكن معرفتك لهذه الأمور هي التي تكسبك سليقة العرب. وتعرفون بعض المعاصرين ألف كتابا، توفي عليه رحمة الله، ألف كتابا في أن من أكثر من قراءة كلام العرب القديم كشعر الجاهلية وغيره استقام لسانه واستطاع أن يميز كلام القدامى من كلام المحدثين. نفس الشيء الفقه، قراءتك لهذه التفريعات ومعرفتك منين أخذوها ليس مجرد أنك تأخذ المسألة فحسب، بل معرفتك لها كيف أخذوها من أين بنوها، وخاصة فيما يتعلق بالمعاني والتخريجات. شوف كيف المعاني والتخريجات، المعاني هو تخريج على الأصول، والتخريجات أقصد بها التخريج على الفروع، يجعلك تعرف كيف تأخذ من حيث أخذ وتصحح ما صححه وما وهم فيه بعض تنبه له وما يحتمل تقول هو محتمل وهكذا. ولذلك يعني أنا حرصت في هذا الشرح أننا في الإقناع أننا نحرص على طريقة أهل العلم في التحشية والتدقيق. وقد قال الإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى من تعلم علما فليدقق فيه، لا بد من التدقيق. أما الشيء إذا عجزت عنه قلت هذا تكلف وهذا تنطع وهذا تشدد. قديما قالوا إن من عجز عن أكل عنب قال عنه إنه حامض، فأنت إذا أجدت الفن أحكم عليه بعد ذلك بالتكلف. الشيخ تقيدي لما أحسن وأجاد فهمه في المنطق وتكلم عنه الكل قبل قوله ولخصوا كلامه، أما من لم يحسن هذا الباب وتكلم عنه بكلام مرسل لم يقبل كلامه ونازعه أهل الاختصاص. وذلك أنت كن من أهل الباب وافهم كلامهم ثم احكم عليهم بعد ذلك. وأذكر أن أحد المشايخ مات، سأله شخص فقال إن كتب الفن الفلاني يعني تتشابه وتتكرر وبعضها في مسائل لا حاجة لها، فأجابه جواب جميل جدا، قال إذا قرأت كتب هذا الفن كله تعال وقل لي هذا الحكم أهو صحيح أم خطأ. أما أن تحكم لاطلاعك على صفحات وأوراق لفن كامل تزهد وتزهد فيه غيره، لا شك أن هذا يعني في تصور ناقص. نعم قد يكون بعض العلوم أهل العلم تكلموا عنه على سبيل الجملة أن الفائدة فيها ضعيفة أو نادرة أو معدومة يمكن الاستغناء عنه، نعم هذا موجود في بعض العلوم الآلات التي موجودة، أو بعض العلوم مثل المنطق وغيرها قد تكون الفائدة ضعيفة في أغلب العلوم الشرعية. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.